تبارك الله. عرفتوه ولا ما عرفتوه عموته؟ الحين تشوفونه. والله يا كبير. هذا يطولين العمر والسلام. رام 2005 باور واجن غمرتين. هذا اللي يجي الماكينة 6.4 ماكينة اسكات باك اللي تجي بقوة الاحصنة 410 حصان، العزم 582 نيوتن. طبعا الجير راح يكون 8 سرعات. هذا ما جابوا منه الوكالة المتحدة الا 5 سيارات بس، زي ما تقولون هذا زي الجمس السيارة اللي في اتش دي 2005، هذا نفسه كحجم يعني. كبير بالحيل يا حبيبي. هذا مكينة 6، هذا مكينة 6.4 هاف ديوتي 2005. شوف التعليق الفرنس أمامي بعد، أمامي وخلفي، أنوار اللي دي مرفع الموتر. هذا كأنه مخرج وينش بس ما أشوف وينش. أنا تمحيات فوق شغل عدل والله. شو رأيك كبير؟ بس في ناس يحبون الحجام هذه. طبعا تب التب هذا كله شنو طلع عليه 17 كفرات جودير. هذا يبي له موقف الحالة. اعطونا رايكم بالله. شوف 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 الحجم، شوف الحجم. يلا يلا عدسة واسعة، غطى للحوض وفي الحوض بعد من الجنب اليمين واليسار، مساحات تخزين، مرفوع الموتر جاهز قاضي. شوفوا بوريك كبر الدفرنس، بس هذا جاي في دفركين ما شاء الله. شوف 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 الدفرنس ياك ما شاء الله تبارك الله. دفرنس تريله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. هذا السحب ظاهر انه يسحب 20 طن بالراحه. شوف التعليق بعد، في تشغيل عن بعد وفي حق فتح باب الحوض بعد كهرب مفتاح الموت. طيب خلنا نستعرض لكم على السريع كشكل نفس شكل الرام العادي، بس التغيرات اللي شايفينها هذا جاي بالربل الاسود باللون الاسود. هنا عندك طبعا في وينش مخفي، انا على بالي انه ما فيه لكن طلع فيه وينش شايفينه. هذا المخرج حق الفيش الكهرب. الاشياء الثانيه ودي اوريك، خل اوريك من الماكينه انوار راح تكون انوار ال اي دي، شفتوها قبل شوي كشافات ضباب بعد ال اي دي. الموتر رعب صراحه، رعب ما شاء الله. في شريط هنا كبوت. هذه الماكينه ماكينه سكات باك 6.4 يعني هاي تعطيه بس شوي فلتر قزوز يبي يطربك راح يرد شيء ما شاء الله. طبعا مرتفع الموتر على طول هنا. يلا نشوف في الداخلية ما شاء الله. عشان اعطيكم عدسة واسعة. ايوه طبعا فيه مخارج القلص والوين شفناه. الجنط عندك مقاس 17. شوف عدد الصواميل عندك كم يا الحبيب؟ 3 6 7 8 8 صواميل. الله يا وديرة. شوف شوف هذا التعليق دفرنس طبعا له واضح لكم شكله مع الجنب. دواسة جانبية لأنك يلا يلا تركب الموتر مرتفع. مراية جاي حجمه كبير. هنا حق باب الحوض مساحات تخزين. هذه حلوة وحركة صراحة. هذه في إضاءة عندك. وهنا بعد شوف تعتبر كبيرة. هذا شكل إذا فتحت الغطاء الكبوت. هذا يصلح اللي يحبون الدوج يبي حجم أكبر وماكينة أكبر. شوف الجزوز شلون جاي إن شاء الله. كتابة باور واجن هنا. الباب كهرب يا عيني على الشغل. وفي عندك اللي تقسم الحوض والغطاء حق الحوض.
تعطونا رايكم. لا وزي ما فيه انه فل بعد داخل تشوفون الشاشه الكبيره الحجم الكبير. نركب ونكمل. بس اوريكم اول شيء هذا الشريط الجانبي. اوريكم الصف الثاني. هذا الصف الثاني. التخشيب جاي باللون الاسود واللون الفضي هنا. مراتب جلد. بس تمنيت صراحه لو مراتب جلد لون بني شيء. انا بالنسبه لي ما احب اللون الاسود بس دايم السيارات الامريكيه الاوروبيه تجي الداخليه باللون الاسود. شوف هذه التكايه اللي بالنص. حامل كواب. هذول معاليق دبرته واجد هالموتر ما شاء الله. مخارج في تسخين ومخارج يو اس بي وفيش حق كهرب وعندك حق فتحات التكييف. طبعا بيكون فيه تقدر تصفط المراتب بعد بالشكل هذا. شوفوا تقدر تصفطه بالشكل هذا بعد فتحة موسك بانوراما. خلنا نركب جهة السواق نكمل. مراية عشان حجمه كبير جاي كأنه قطعتين شايفينها. وفينا قطعة مياه. هذه جهة السواق. تخشيب مثل ما شفناه. زر تحكم بالنوافذ قفل مركزي. صفط المراية كهرب. كرسي كهرب. الشيء اللي عجبني فيها ان الجي الدبل عصا مو كهرب. زي نظام اول. هذه صراحة الحالة. وهنا الدفركات شايفينها اثنين دفركات وهذا اللي تحت حق الدفرانس بعد وزر حق المحضرات. يعني الموتر هذا خاص للبر ما شاء الله تبارك الله. مجهز منه الى وكالة يا الحبيب. شوف المراتب يقول ما جابوا الا خمسة على مستوى السعودية بس خمس سيارات. السعر بقول طبعا مكتوب هنا عندك هذا هو مكتوب له باور واجن مرتبة حقت السواق والراكب. قبل اشغل لكم السيارة. ستارت وين؟ هنا. نقول بسم الله. ما شاء الله تبارك الله. طبعا ازرار التحكم اللي هو بالشاشة مثبت السرعة والرادار وهذا تقدر تغير بالجير. انا تمنيت انا ما ادري ليش ما يحطون شفتر بسيارات الرام كلهم. هنا مثل ما وريتكم قبل شوي الجير ثمان سرعات. الدفركات هذا اللي فك الدفرنس زر حق المحضرات وهذا سوايبر. هذا شرحت لكم قبل بالرانجر. عشان التوازن وما التوازن. الشاشة شوفوا الشاشة اللي جاي بحجم كبير. لكن قبل اروح للشاشة شوفوا مخارج التايب سي واليو اس بي. مساحات تخزين بكل مكان. وعندك هنا الدبل. الدبل الخفيف والثقيل. مثل ما انتم شايفين الشاشة جاي بحجم طولي. فيها التحكم اللي هو تسخين وتبريد المراتب. عندك تقدر تتحكم درجة الحرارة. مستقل السواق والراكب. هذا المكيف بيجيك بالشكل هذا. اوريكم. هنا. هذا التسخين والتبريد وهنا القائمة الرئيسية هذا حق المكيف بعد النافيجيشن بيكون بالشكل هذا. طبعا في كاميرا واحدة خلفية. انا تمنيت على حجم الشاشة انه يكون فيه اربع كاميرات لكن ما في الا كاميرا واحدة. اوريكم الكاميرا. هذه الكاميرا مفتوح باب الحوض تقدر تقسمه كذا بالشكل هذا مفتوح باب الحوض عشان تسمعون الصوت. وهنا هذا خاص حق السحب المقطورة سكر الحساسات وهذا بعد للسحب المقطورة. وهنا مساحات تخزين شوفوا جايب على شكل انزلات حامل كواب. هنا مخرج يو اس بي ما شاء الله كل السيارة. شوف الرام كل الفئات فيها مساحات كثيرة حق التخزين. هنا تقدر تخليه مقعد يعني يجيك متصل مو مفصول. هذه حلوة. بس هذا الباقي نفس الرام العادي. الموتر احس اني بسمه يا الحبيب مرتفع بالحيل. وهنا عاد شوفوا هذه ازرار حقت الاضاءه فتح الحوض واللي يفتح النافذه الخلفيه وجاي فتحه. بس كبين مساحات تخزين. مساحات تخزين البوري. هذا البوري قضينا. السعر بقول لكم كم السعر يا حبيب بس خلنا نعطيكم دعسه ان شاء الله تبارك الله. طبعا هذا ما في امل يحطون منه تجربه لان ما جابوا له خمس سيارات. لكن نقول ان شاء الله اذا صار فيه تجربه نجربه باذن الله. دبرته ما شاء الله وايد دفرنس. طبعا من ورا جاي. الله سلسل. غريب على الحجم هذا مخلينه جاي. شوف. هذا
ابد مو ترى الالبوم روح يا حبيبي. هذا النور ما كشفت الضباب كلها ليدي. تدرون يبيله والله تكرف على زود او يبيله كفرات اكبر. الكفرات هذولي كان تحس الحجم صغير. بدك لو هنا اكبر من كذا بيطلع شكله اكبر. انا اتخيل لو لونه فضي ولا ابيض. يا اوكي اطلع خيال. كم السعر يا ابو بندر؟ السعر يا طويل العمر والسلامه الحين اقول لك بكم. ستاندر هذا ستاندر 179 نفس الماكينه 6.4 410 حصان بس اقل فئه. شوف انوار عاديه الجنط يختلف. 2005 هاف ديوتي. اجيب لكم مفتاح الحين. دواسه تختلف. ما راح يكون في كشف الضباب. انوار هولوجين وبدون حساسات. عجبني الوجه صراحه. الوجه هي عجبتني اكثر من الفل. هذا شكله مع الجنب. باخذ لكم على السريع. الجنوط حجمه كم؟ 18. الدواسه شكلها رايق صراحه. التعليق واضح انه مو نفس تعليقه اللي قبل شوي شفناه. شكل النورة بدون حساسات. في مخرج حق هوك. في كاميرا خلفية. أوريك من الصف الثاني. مراتب مخمل ستاندر يعني سوح. ما في مخارج يو اس بي. بدون تكاية. هذه الداخلية. لازم اتحكم لو بالنوافذ. شاشة صغيرة. ارجع المرتبة. مراتب مخمل طبعا مو مفصولة. في صف ثالث نفس الفل بدون فتح بدون شيء. خل اركب شغلة. والله في اشياء نواقص كثيرة. طبعا اثبت سرعة ذكي رادار. هذا الطبلون شاشة صغيرة بس خلينا نشغل السيارة ستارت. الشاشة اللي جاية بحجم 8 انش. ما فيه دفركات ولا سويبار. مخارج تايب سي يو اس بي. هذا الجير 8 سرعات. الدبل يدوي خفيف وثقيل. والله في نواقص كثيرة بين وبين الفل. هذا القدام كم شغالة يعني فيها الماكينة. هذا اللي فيه الماكينة بس بدون دفركات ياخذها. مساحات تخزين بس كبيرة. سعره 179 ألف. رفع بس ما هو مثل رفعة الفل. طبعا هذا 2019 واللي شفناه قبل شوي الفل كامل 2019. على كلامه يقول ما بقى السيارة هذه بس. هذا ستاندر والنور أصفر هو اللي يجيب. بس خلصنا. هذا أحط لكم أرقامهم وحساباتهم تحت. بسم الله حفظ الكريم.